جولة في الصحافة حول العالم وإليكم أبرز عناوينها لليوم. نيويورك تايمز تقول إن أزمة الغواصات أعادت بريطانيا إلى الساحة الدولية. موقع تركي يسلط الضوء على مخاوف بيئية وسياسية بشأن الطموحات النووية لأنقرة. تحت عنوان الفرص الضائعة، ديرش بيجل تستعرض خسارة أرمين لاشيت أمام مناظريه. أهلا بكم إلى التفاصيل. وما زالت أزمة الغواصات بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تحظى باهتمام الصحف العالمية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في تقرير لها تحت عنوان صفقة الغواصات تعيد بريطانيا بقوة إلى المسرح العالمي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن الحكومة البريطانية لعبت دورا مبكرا في إتمام الصفقة بين الولايات المتحدة وأستراليا لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية في المحيط الهادئ. وأضافت الصحيفة أنه عقب تدهور العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة، استغلت بريطانيا الفرصة لتلعب دورا في التوسط في التحالف الثلاثي مع الولايات المتحدة وأستراليا لنشر الغواصات. رأت الصحيفة الأمريكية أن إتمام الصفقة يعد أول نصر ملموس لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أعاد بريطانيا إلى الواجهة الدولية. قالت نيويورك تايمز إن الاتفاق يؤكد أيضا مكانة بريطانيا العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالخبرة النووية، كما أعطى الاتفاق زخما لمساعي جونسون في بناء وجود بريطاني في آسيا، حيث تتفاوض بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع كل من أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية. وعلى كل لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من برمنغهام البروفيسور كامل حواج، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد كامل في الصفحة الأولى. يبدو طبعا أنه بريطانيا تتحرك الآن منفردة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. الصحف الأمريكية وصفت هذه الخطوة لبوريس جونسون بأنه أول انتصار لرئيس الوزراء البريطاني. أين تريد بريطانيا أن تكون مكانتها بعد خروجها من الاتحاد بروفيسور؟ نعم، هي يعني تريد أن تكون دولة وازنة جدا عالميا. في الواقع أنا أعتقد أن هذا الانتصار الثاني، ربما الانتصار الأول كان بمواجهة الكورونا من ناحية اللقاحات التي انفردت بريطانيا بها بطريقة كبيرة، بينما تعثر الاتحاد الأوروبي بتطعيم الأوروبيين، ولكن هذا كان غير عسكري. أما الآن فبريطانيا تريد أن يعني تسوق نفسها بأنها دولة وازنة عسكريا من ناحية أمنية. مشكلة بريطانيا أن مقدرتها الحربية أقل مما كانت كدولة عظمى، ولذلك تجد من خلال هذه الصفقة امتدادا لها تعاون مع أستراليا في منطقتها في المحيط الهادئ أو في جنوب آسيا، وأيضا استطاعت أن تجمع بين أمريكا وأستراليا، شيء كانت لا يمكن أن تفعله مثلا فرنسا. فأعتقد فعلا هو انتصار لبريطانيا، ولكن هناك بعض المخاوف من تداعيات ذلك بالذات مع الصين. طيب، قبل أن نخوض في تداعيات مع الصين، هناك تداعيات أخرى بروفيسور كامل في محيطها الأوروبي. يعني لا نغفل طبعا أنه ما حدث أثر سلبا بشكل كبير على علاقاتها مع فرنسا. نعلم أن هناك اتفاقيات عسكرية مبرمة بين فرنسا وبريطانيا في منطقة مالي مثلا، في دول البلطيق وغيرها من هذه الاتفاقيات والعلاقات. إلى أين ستذهب هذه العلاقات الآن؟ كيف ستكون التداعيات، خاصة وأنه كمان هناك اجتماع ألغي بين الجانبين الفرنسي والبريطاني على خلفية الصفقة؟ نعم، يعني هناك هذه بعض التداعيات. كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا وألمانيا بالذات، أما الآن فهي تشق طريق لها وترى أن بإمكانها التحرك بسرعة، وهذا ما كان يتكلم عنه جونسون، أي أن يعني كان هناك قيود لبريطانيا عندما كانت في الاتحاد الأوروبي تمنعها من صفقات تجارية مع دول مختلفة والاتفاقات الأمنية.
فأعتقد أن ذلك على المدى القصير سوف يؤثر على العلاقات مع فرنسا. وأيضا هناك موضوع ولأنه أقل حدة، موضوع الهجرة، المهاجرين يأتون من فرنسا إلى بريطانيا. فالعلاقات بين بريطانيا وفرنسا ليست جيدة، وأعتقد أن فرنسا الآن ستعيد النظر بكل يعني بمكانتها في الاتحاد الأوروبي، ستتجه ربما إلى تعزيز التعاون العسكري الأمني داخل أوروبا. كان هناك حديث في الماضي عن جيش أوروبي وربما يبدأ التوجه إلى ذلك. فأعتقد أن العلاقات البريطانية الفرنسية لن تتحسن على المدى القصير، وبالذات طبعا بسبب إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا ودخول بريطانيا على الخط. طيب بروفيسور كامل، أعود لي في سؤالي الأخير لمسألة التداعيات بين بريطانيا والصين. هل نفهم أنه الآن بريطانيا وضعت نفسها في المحور الأمريكي، وبالتالي هل ستدفع كلفة ما لهذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن ما هو متفق عليه مع الصين أو متعارف عليه في العلاقات الدولية وتوازنات العلاقات الدولية مع الصين؟ يعني طبعا هناك فرق كبير بين تعامل أمريكا مع الصين وتعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين. الاتحاد الأوروبي يحاول أن تكون هناك علاقات جيدة وأن يحاولوا أن يخففوا من حدة الخلاف بين أمريكا والصين، ويعتقدون أنهم سينجحون في موضوع ملف حقوق الإنسان وغيرها. أما الآن فأمريكا يعني بريطانيا اتجهت إلى الحدة الأكثر مع أمريكا بدل أن تذهب إلى التعاون مع الصين، وهي واقع ما زالت مقدرتها ليست كما كانت كدولة عظمى. فهم يعولون على الدعم الأمريكي أعتقد، وأمريكا تعول على نشاط بريطانيا وقدرتها الدبلوماسية. ولكن قد تكون هناك أيام يعني صعبة بالنسبة لهذه العلاقة بين الدول الثلاث. شكرا جزيلا، كنت معنا بروفيسور كامل حواش الباحث في العلاقات الدولية من لندن. تسارع تركيا الخطى لدخول نادي الدول النووية، إذ قاربت على الانتهاء من بناء محطة أكويو للطاقة النووية في ولاية مرسين التي من المتوقع أن تبدأ العمل بحلول العام 2023. موقع أحوال التركي تناول الأمر في تقرير له تحت عنوان أردوغان يعمل على بناء مفاعلات نووية جديدة. قال الموقع إن المشروعات النووية التركية تثير مخاوف عديدة سواء بيئية أو سياسية، خاصة ما يتعلق بسلمية الطاقة النووية في تركيا وتطلعات النووية المستقبلية للحكومة التركية في ضوء تدخلاتها الخارجية. أشار الموقع إلى أن اليونان قد حذر الولايات المتحدة بشأن مشروعات تركيا في مجال الطاقة النووية، خاصة ما يتعلق بالتبعات البيئية لمحطة أكويو. أضاف الموقع كذلك أن وزير الخارجية اليوناني حذر من أن وقوع كارثة تشيرنوبيل الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط غير مستبعدة، وأوضح موقع أحوال أن المخاوف حيال السلامة النووية لم تقتصر على اليونان، ففي الداخل التركي يشعر المدافعون عن البيئة بالقلق، ما دفع جماعات بيئية إلى رفع دعاوى ضد المحطة بالمحكمة الدستورية. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نبدأ مع كوميرسانت الروسية تتناول حادثة إطلاق النار في سيبيريا والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى بعنوان شخص مجهول يطلق النار على جامعة بيرم. موسكو تايمز تقول إن حزب بوتين في طريقه لحصد الأغلبية في انتخابات أعقبت حملة قمع ضد المعارضة الروسية. تورونتو ستار الكندية تنشر مقال رأي بعنوان يبدو أن جاستن ترودو وإيرين أوتول وجامت سينغ قد نسوا الدروس المكتسبة بشق الأنفس من الوباء أثناء حملتهم الانتخابية. موقع أحوال التركي يحذر قطاع الإسكان على وشك الانهيار مع تزايد المخاوف من التشرد. صحيفة بيرغون التركية تحذر من مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأيام المقبلة وتطالب
بدعم المزارعين. الصفحة الأولى مستمرة معكم وفيها لكن بعد الفاصل. فورميكي الإيطالية تقول فرنسا والصين ضربت بايدن المزدوجة. من جديد أحييكم. وأجريت المناظرة التلفزيونية الأخيرة والثالثة بين المرشحين الثلاثة لخلافة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، ويبدو أن المرشح الاشتراكي أولاف شولتز كان حظوظه أفضل. صحيفة ديرش بيجل الألمانية تناولت الأمر في تقرير لها تحت عنوان الفرص الضائعة لكن السباق ما زال غير محسوم. قالت الصحيفة إن زعيم المحافظين أرمين لاشيت واجه وقتا صعبا مجددا خلال المناظرة الأخيرة، إذ تعرض لانتقادات من كلا المرشحين أولاف شولتز ومرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك. أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تقدم شولتز في استطلاعات الرأي عقب المناظرة، فإن السباق الانتخابي لم يحسم بعد، إذ ما زال مرشح الحزب المسيحي لاشيت يمتلك فرصة الفوز حال حدوث مفاجآت انتخابية. صحيفة فرانكفورتر العامة الألمانية تناولت الموضوع ذاته، موضحة أن مرشح الحزب الاشتراكي ومرشحة حزب الخضر كان لديهما فرصة جيدة أخرى لإظهار ذكائهما، إذ قدم أنفسهما على أنهما شريكان في المستقبل في أي ائتلاف حكومي. أشار استطلاع للرأي أجراه مركز فرصة للإحصاءات إلى تقدم شولتز في المناظرة بحصوله على نسبة تأييد بلغت 42%، متقدما بذلك على بيربوك ولاشيت الذي لم يتمكن من إقناع سوى 27% من المستطلعين عقب المناظرة. على كل، نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من برلين الكاتب والمحلل السياسي سيد هاني دانيال. مساء الخير سيد هاني، أهلا بك معنا في الصفحة الأولى. صعود ثالث لشولتز يعني، وأرجع إلى أنه هو كان حظوظه فعلا أفضل من مناظريه، لكن حسب الحسابات الانتخابية هل نرجع فقط الأمر للحظوظ؟ أهلا بك أستاذ المشاهدين. هي الفكرة كلها ليس مجرد موضوع حظوظه بقدر ما هو الخبراء والسياسيين الألمان يرون أن شولتز لديه خطة بالفعل لقيادة ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وأن هذه الخطة تم إعدادها منذ عام، وأنه مستعد لمنصب المستشارية بشكل واضح على عكس منافسه أرمين لاشيت اللي هو تولى الحزب العام الماضي وبعدين تم ترشيحه للمنصب وسط خلافات داخلية حوالين من سيكون مرشح الاتحاد. فبالتالي شولتس يمشي بخطوات ثابتة، وده اللي كان غائب عن لاشيت. لاشيت حتى لان الاتهامات إليه ان هو لم يقدم خطة واضحة لقيادة ألمانيا، عنده مشاكل في الدفاع، يعني هو في المناظرات الثلاثة يدافع ولا يمكنه أن يهاجم شولتز. أنالينا مرشحة الخضر الموضوع يعني مجرد اللي هو بس مجرد صورة الحزبة تبقى إيه والعدد اللي ممكن تحصل عليه في البرلمان الألماني كخضر يكون شريك في التحالف، لكن حزب الخضر عارف أنه هو بعيد عن منصب المستشارية لكنه يقدم فقط مرشحته حتى يحصل على عدد مناسب من الأعضاء يسمح له بأن يكون شريك قوي في التحالف القادم يعني. لكن سيد هاني السباق الانتخابي فهي دي بالضبط الصورة العامة. السباق الانتخابي لم يحسم بعد، هناك بعض المراقبين يتحدثون أنه مازال للاشيت فرص للفوز حال حدوث مفاجآت. ما نوعية المفاجآت التي قد يمكن أن يفوز بها لاشيت في الانتخابات؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه، الفكره كلها الموضوع الخطه، هي حتى الان هي خطه غائبه. يعني كنت بالامس واليوم مع بعض قيادات الاتحاد المسيحي، هم بيحاولون يروجون لوسائل التواصل الاجتماعي والصحافه ان ارمين لاشيت هو الفائز في هذه المناظره وانه يقدم اداء جيد، لكنه من داخلهم وفي المناقشات الجانبيه يرون ان لاشيت عنده نقطه ضعف كبيره في ان هو حتى الان لم يهاجم شولتس بشكل قوي. حتى في المناظره الثانيه تعلق بموضوع غسيل الاموال وعدم قدره
وزير المالية لو تشولتس على اتخاذ خطوات جيدة، لكنها ليست بالخطوة المناسبة. يعني هم كانوا يريدون من لاشيت توجيه الضربة القاضية لشولتس، وحتى الآن هذا هو الغائب. أما لاشيت تفرع لقضايا فرعية ومناقشات فرعية لم تؤثر على الأمر. شولتس استغل الأمر مثلا في المناظرة بالأمس، وابتدى يوجه نوع من النظرات فيها نوع من السخرية على أرمين لاشيت. اعتبرها البعض أن هي اللي شولتس بيتصرف كأنه هو مستشار ألمانيا، وأنه هو بيتعالى ويتهكم على التصريحات التي تصدر من لاشيت، وده لا يتناسب مع موقف لاشيت اللي هو ممثل أو مرشح الاتحاد الحاكم. فهنا من الفكرة دلوقتي هي الثقة اللي بيتحدث بها شولتس في مواجهة ضعف المردود بتاع لاشيت. لكن سؤالي الأخير سيد هاني، هل المناظرات أو استطلاعات الرأي اللي أعقبت المناظرة الأخيرة يمكن أن يقاس عليها؟ يعني يمكن أن تعطينا انطباع لكيف ستكون النتائج؟ نحن نتحدث عن استطلاعات رأي 42% لشولتز و 27% فقط للاشيت. هو الملاحظ في المناظرات الثلاثة هو تصاعد نجم شولتس في الفترة، ان هو كان الاول ابتدى ب 30 ووصل دلوقتي 42%، فده معناه ان في تصاعد 12% على الاقل. كمان المؤشر الثاني هو تقلص عدد الاشخاص اللي هم لم يحددوا حتى الان. يعني كان الاول نسبة الناس اللي هي لم تستقر على المرشح كانت حوالي 15%، حاليا 6%. فده ان بيبين ان معظم الناس عرفت انهي اتجاه اللي هيتم الترشيح ليه خلال الفتره المقبله. لكن نعم، فرصه لاشيت الوحيده في التغلب على استطلاعات الراي هي تقديم خطه واضحه، هجوم شرس على شولتس في نقاط الضعف، لان شولتس هو مرشحه منافسه الاساسي وليس بيربك. فبالتالي عليه ان هو العمل على هذه النتيجه، تقديم الرجل القوي اللي يقدر يعوض فراغ ميركل، الى جانب العمل على ثغره قويه جدا في شولتس. بدون ذلك ستكون النتائج مخيبه للامال للاتحاد المسيحي ولا شك. شكرا جزيلا، كنت معنا من برلين المحلل والكاتب السياسي استاذ هاني دانيال. لا صوت يعلو على الانتخابات التشريعية في الإعلام الروسي، خاصة مع إعلان الحزب الحاكم في روسيا فوزه بأغلبية الثلثين في التصويت. صحيفة موسكو تايمز تناولت ما تعرضت له المعارضة من تضييق خلال الانتخابات، ليس من الحكومة وإنما من شركات التكنولوجيا. جاء التقرير بعنوان جوجل تحجب توصيات المعارضة الروسية بشأن التصويت. قالت الصحيفة إن شركة جوجل منعت قوائم المرشحين في الانتخابات الذين أوصى بهم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني باعتبارهم الأقدر على هزيمة المرشحين المتحالفين مع الكرملين. وأضافت الصحيفة أن هذه القوائم كانت تعد جزءا من استراتيجية التصويت الذكي التي تبنتها المعارضة الروسية. أشارت الصحيفة إلى أن جوجل وأبل حذفتا تطبيق التصويت الذكي مع بداية الانتخابات يوم الجمعة الماضي، ما قلل من فرص المعارضة في حشد أصواتها وأنصارها خلال المعركة الانتخابية. تزامن ذلك كذلك مع تزايد الانتقادات ضد جوجل مع المعارضة الروسية بسبب تلبية مطالب السلطات التي تحاول السيطرة على الإنترنت. في كندا، ومع انطلاق الانتخابات العامة المبكرة اليوم، تتعرض الحكومة الكندية لانتقادات جراء تعاملها مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا. صحيفة تورنتو ستار الكندية نشرت تقريرا لها تحت عنوان أحد الدروس المستفادة من الموجة الرابعة أنه لا طريق سهل للخروج من الوباء. قالت الصحيفة إنه بغض النظر عمن يتولى السلطة في كندا بعد التصويت، ستظل المهمة الرئيسية للحكومة المقبلة احتواء جائحة كورونا بأسرع ما يمكن. أكدت الصحيفة أن الحكومة الحالية لم تأخذ على محمل الجد تهديدات الموجة الرابعة لوباء كورونا، رغم تحذيرات خبراء منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك عدم الالتزام بما يسمى جوازات سفر كورونا. أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الحالية أجبرت في نهاية المطاف على القبول بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لوقف زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء كندا، لكن الأمر جاء متأخراً. شددت الصحيفة على ضرورة زيادة معدلات التطعيم في كافة أنحاء كندا ووضع قيود على بعض النشاطات الاجتماعية لمن لم يحصلوا لغاية الآن على اللقاحات.
اهتمت صحف العالم كذلك بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع معكم أبرز عناوينها. نبدأ مع تقرير في لوموند الفرنسية بعنوان ألبانيا ملاذ غير متوقع للنخبة الأفغانية. أما ريبابليكا الإيطالية تتحدث عن رهان دراغي موضحة أنه يتوقع نمو أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين. بروكسل تايمز تلقي الضوء على الفرق بين الإقليم الفلامندي الذي يستغني عن الكمامات بداية الشهر المقبل، بينما يستمر إلزام الناس في العاصمة بروكسل بارتدائها. بزنس ميرور الفلبينية تؤكد أن تغير المناخ خطر لا يجب أبداً تجاهله. الموندو الإسبانية تقول إن ثوران بركان لابلاما يؤثر بالفعل على 100 منزل. تدل أزمة صفقة الغواصات بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا على رغبة الولايات المتحدة في توسيع نفوذها في آسيا. مجلة فورميكي الإيطالية تناولت بعدا آخر من هذه الأزمة في تقرير لها تحت عنوان فرنسا والصين ضربة بايدن المزدوجة. قالت المجلة إن صفقة الغواصات الأخيرة تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التوسع السياسي العسكري للصين في المنطقة. أشارت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون العمود الفقري لولايته، فيما يرمي من وراء هذه الصفقة إلى بناء تحالف أنجلو ساكسوني يضم أمريكا، بريطانيا، أستراليا واستبعاد فرنسا من التحالف. أضافت المجلة أن الولايات المتحدة تستضيف قمة مع أستراليا والهند واليابان خلال الشهر الجاري في إطار تحالف يرمي إلى مجابهة النمو العسكري الصيني أيضا. واعتبرت المجلة الإيطالية أن الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان كان مخططا له ليكون بمنزلة فخ لإبعاد الصين عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وانشغالها بالوضع في أفغانستان. منذ سيطرة طالبان على أفغانستان عاد تنظيم داعش فرع خراسان في هذا البلد إلى الأضواء بشنه هجمات ضد الحركة مؤخرا. صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا تحت عنوان تنظيم داعش في أفغانستان يعلن مسؤوليته عن هجمات استهدفت طالبان. قالت الصحيفة أنه على الرغم من أن داعش وطالبان يتشابهان في انتماءاتهما، فإن تنظيم داعش خراسان يعارض طالبان، وهو ما يبرز السبب وراء استهداف داعش لطالبان فور سيطرة الحركة على أفغانستان. أضافت الصحيفة أن طالبان كانت تحارب في السابق تنظيم داعش فرع خراسان الذي يعد العدو اللدود لحركة طالبان، مؤكدة أن طالبان والولايات المتحدة وجدت في السابق أرضية مشتركة في قتال فرع تنظيم داعش في أفغانستان. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصفحة الأولى، شكرا لكم وإلى اللقاء.